السلام عليكم متابعينا، صلواتكم بكل خير وعافية. اليوم تغطيتنا عن بيجو 3008 موديل 2020 فئة ستاندر، السيارة الأفخم ضمن منافساتها كفئة ستاندر. سعر السيارة 84,000 ريال سعودي، بطاقة جمركية، لا يشمل ضريبة، لا يشمل لوحات، ولا يشمل تأمين ضمان السيارة، 5 سنوات أو 100,000 كيلو أيهما أسبق. وجد السيارة أبرز المواصفات، بداية بلد نهاري، يعتبر مواصف قياسية على السيارة. الإضاءة الأمامية بتكون شمعات منفصلة العالي عن الواطي، كشافات ضباب هالوجينية موجود في السيارة، وعندنا حساس متر اللي يشغل المساحات أوتو. من الجنب بداية بصرفية السيارة 15.1 كيلو بلتر بنزين واحد، نوع البنزين 95، مقاسات الجنوط أو الكفرات 215/65، والجن 17 إنش كروم. عندنا مقابض أو حناية بالكروم، إطار كروم أعلى الزجاج الجانبي، المراية بتكون بلون السيارة وعليها غمازات، ومقابض الأبواب بتكون بلون السيارة وعليها دخول ذكي من الأبواب الأمامية. عندنا حماية باللون الأسود أسفل السيارة وفتحات تهوية جانبية. من الخلف بداية بجناح خلف مزدوج مع إضاءة تحذير عند الوقوف، الإضاءة الخلفية بتكون معانا LED في السيارة، كاميرا خلفية وأربع حساسات من الخلف. بالنسبة لفتح الشنطة بيكون يدوي، ضغطة زر. عندك شراع تقدر تستغنى عنه أو تخليه يتحرك مع الشنطة أو يكون دائم مكفول. المساحة في الخلف على فئة السيارة تعتبر جيدة جدا. عندنا مقابض على الأطراف لفتح أو تنويم مقاعد الصف الثاني بكل بساطة. إضاءة خلفية ومخرج طاقة، التكفيل أكيد يدوي في السيارة. محرك السيارة محرك رباعي الأسطوانات، حجم 1.6 لتر أو 1600 سي سي تيربو، يولد 165 حصان والعزم 240 نيوتن. ريموت السيارة توفر بنسختين، عندنا الفتح، عندنا الإغلاق، وعندنا هنا زر للإضاءة، تعلق عليه شوي تشتغل معك الإضاءة، تعلق عليه شوي تطفي معك الإضاءة. من الإضافات الجميلة في حال أنك نسيت القزاز مفتوح أو أحد النوافذ مفتوح، علق على الإقفال من بعيد مسافة، تبدأ السيارة تقفل كل الزجاج تلغائي. صف الثاني من السيارة بداية بمساحة الجلوس 2 أصابع بين الركبة والمقعد الأمامي، المقعد راجع لآخر شيء. عندنا فتحات تكييف خلفية ومخرج طاقة ولاعة هنا موجود في السيارة، مسند وسطي مع حاملات أكواب موجود، مساحة تخزين على الأبواب، والزجاج خلفي بيكون بالكامل في الأوتو في السيارة، بيكون عندنا شبيه الكربون فايبر، وعندنا قماش على الباب كحشو طري وكخامة طرية على الأبواب. داخلية السيارة صراحة مميزة، كوضعية شاشة، كأزرار، وضعية الجير، شاشة العدادات، شكل الدركسون المميز صراحة من الداخل السيارة مميزة وجميلة. اليسار هنا بيكون عندنا التحكم بمستوى الإضاءة، ومن هنا تأمين الأبواب والزجاج الخلفي من الأطفال، من هنا عندنا مساحة لحفظ الكروت، وهنا مساحة التخزين. هنا عندنا مثبت السرعة ومحدد السرعة، بيعمل معك كمحدد، يعمل معك كمثبت سرعة في السيارة. عندنا دركسون بيكون تلسكوبي، طالع نازل دخول طلوع. بالنسبة لمقعد السائق أو مقعد الراكب بيكون تحكم يدوي 6 وضعيات. الدركسون طبعا جلد ومطرز وبشكل مميز وجميل ورياضي. على اليمين بيكون عندنا التحكم بالوسائط بشكل عام، على اليسار بيكون عندنا التحكم بالأوامر الصوتية وضغطة مطولة تعطيك الأوامر على سيري. من هنا عندنا التحكم بشاشة عرض المعلومات أو شاشة العدادات، ومن هنا التحكم بالصوت، طبعا البلوتوث هنا موجود، رد وفصل الاتصال، شفترات موجودات في الخلف، الإضاءة يتوفر على وضعية العفو المساحات، يتوفر على وضعية الأوتو، والإضاءة أيضا يتوفر عليها وضعية الأوتو. بالنسبة للوحة العدادات طبعا بتكون معانا شاشة بالكامل، بيكون عندك فيها 3 وضعيات، عندك الشخصي ويعطيك قراءات معينة تحتاجها في الشاشة، بعدها مباشرة بيكون عندك الحد الأدنى وبيعطيك أقل معلومات ممكن تحتاجها على الشاشة زي السرعة الإلكترونية وضعية الجير، وبعدها مباشرة بنرجع إلى آخر وضعية اللي هي تعطيك وضعية الأرقام. بالنسبة للشاشة واضحة بحجم معقول على فئة السيارة، بيكون عندنا هنا المساعدة على الصف، إعادة ضغط الإطارات وباقي الإعدادات اللي تحتاجها في السيارة، إعدادات السيارة تقدر تدخل على باقي الأمور اللي تحتاجها عشان تضبط. طبعا الشاشة تدعم معانا الأندرويد أوتو، الأبل كار بلاي، كمواصف قياسية على جميع الفئات. عندنا الآن أنا مشبك على الأبل كار بلاي، طبعا متصلة مع الكاميرا الخلفية، طبعا مجرد ما تتحرك راح تعبي معاك المناطق اللي على اليمين، يمين السيارة ويسار السيارة، عشان تساعدك في الصف بصورة آمنة. مجموعة الأزرار الموجودة هنا للوصول السريع، من هنا عندنا تدخل على الراديو، من هنا تدخل على المكيف، طبعا ممكن تتحكم فيه من الشاشة. هنا عندك الخرائط، من هنا عندك الخرائط، طبعا في حال انك كنت مشبك جوالك على الاندرويد اوتو او الابل كاربلاي حيفتح لك على طول الخرائط الموجودة او المشبك مع جوالك. من هنا عندنا اعدادات السيارة، وهنا عندنا
إدارة الاتصال، أو إذا أنت مشبك أيضا جوالك على الأندرويد أوتو أو الأبل كار بلاي حيوصلك على طول مع الجوال. ومن هنا آخر شيء التطبيقات الموجودة في الشاشة، وهنا زر التحذير الرباعي. هنا على اليسار بيكون عندنا أول زر السنتر لوك، وبيكون موجود بصورة أقرب إلى السائق والراكب، فبيوفر عملية وضعها للأبواب الأمامية. من هنا تدفئة الزجاج الخلفي، من هنا عملية تبع المكيف أو الهواء يكون داخل أو خارجي، ومن هنا عندنا الهواية الأمامية في السيارة، ما شاء الله صوتها قوي. ومن هنا تحكم بالصوت أو تكفل الصوت بصورة مباشرة. طبعا في الداخل هنا عندنا شاحن وايرلس، مواصفات قياسية، ومخرج USB، ومخرج طاقة وإضاءة داخلية في السيارة. طبعا بلاستيك أسود لامع مع لمسات الكروم معروف بالبيانو بلانك. هنا عندنا زر السبورت، عندنا الفينجر بريك أو الفرامل اليد الإلكترونية، من هنا جير أو عصا الجير، عندنا هنا الام وهي وضعية مانوال في السيارة في حال انك حاطة على الدي عشان تعشق من خلف الشفترات تضغط على الام. فوق زر البي أو وضعية الباركينج الوقوف التام، من هنا عندنا شيفت أو لوك هنا تضغط عليه عشان الجير يستجيب معاك ويغير، في حال انك ما ضغطت على الجير ما راح يستجيب. طبعا كشيء امان انه اذا طفل ضغط شيء او احد ضغط على الجير من غير ما يقصد ما يستجيب معاك الجير في السيارة. هنا عندنا قدام زر التشغيل، طبعا كستاندر فيها زر تشغيل. المسند الوسطي مع حشو طري وتطريز، عندنا 2 حملات اكواب يفتح معك في الداخل، بيكون في اضاءة وطبعا في تبريد في الداخل في داخل الدرج. مساحة الدرج ضمن فئة السيارة الأكبر صراحة مساحة جدا عملاقة مع توفر إضاءة داخلية. فوق هنا بيكون عندنا التحكم بالإضاءة، طبعا عندك 3 وحدات للإضاءة تقدر تخليها مع الأبواب أو تخليها شغالة بصورة دائمة. عندك هنا تنبيه ربط الأحزمة، فعدد الركاب الموجودين في السيارة راح يعطيك تنبيه كم واحد فيهم ما رابط الحزام. شماسية عند السائق بيكون عليها مراية بدون إضاءة، وعند الراكب نفس الشيء مراية بدون إضاءة. بخصوص أنظمة السلام والأمان الموجودة في السيارة بيكون عندنا مانع انقلاق، مانع انزلاق، توزيع إلكتروني للفرامل، تماسك إلكتروني، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، وعندنا كشافات ضباب أمامية خلفية، الإرباقات أمامية وجانبية كاملة في السيارة، تثبيت مقاعد الأطفال، مراقبة ضغط الإطارات، كلها متوفرة في السيارة. تغطيتنا اليوم كانت من داخل معرض شركة بلا حدود للسيارات، معرض القادسية مدينة الرياض. أرقام التواصل مع المعرض اللوكيشن كله راح يكون موجود في خانة الوصف، حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا راح تكون موجودة في خانة الوصف. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المحتوى مع أصدقائك. ختاما في أمان الله.